نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي متابعين قناة فكرة وأكلة وريحانة الجنة، إن شاء الله يا حبايبي النهاردة هعمل لكم تتبيلة جديدة للفراخ كتغيير، يعني نغير في طعم الفراخ وفي طريقتها، مش يعني بحاول كل مرة أجيب لكم طريقة مختلفة علشان من يعني تغيري لولادك وتعمل لهم أو لأسرتك، يعني تعمل لهم كل مرة طريقة مختلفة في الفراخ مش طريقة واحدة. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم فراخ التندوري بطريقة سهلة، وإن شاء الله حاول أبسط لكم الأمور. يعني خليكم معايا هنا حبايبي بصلتين مفرومين وعليهم مقدار كده مكعب كده من الثوم المفروم أو المتفرز، معايا هنا كوبايتين زبادي على حسب كمية الفراخ اللي انت هتعمليها، معايا هنا زيت زيتون ومعايا خل ابيض ومعايا اللي هو دبس الرمان. اللي مش عنده حبايبي دبس الرمان دوت ممكن يجيب نص كوبايه او فنجال قهوه صغير عسل اسود ويحط عليه برضو فنجال صغير خل ابيض ويقلبهم مع بعض كويس، يبقى هو كده عمل دبس الرمان. لو مش متوفر عندك اللي انت تجيبيه يعني، تمام. معايا هنا الصويا صوص، طبعا هو موجود في كل حتة وفي كل يعني في كل سوبر ماركت موجود الصويا صوص، تقدري تجيبيه من اي سوبر ماركت، تمام. معايا هنا بقى بالنسبة للتوابل، في توابل بتيجي للتندوري اسمها الجراماسيلا. الجراماسيلا دي انا سألت عليها عند العطار بس بصراحة ما عرفتش اجيبها، سألت عليها عند اكتر من عطار فهي مش موجودة هنا عندي يعني في المنطقة بتاعتي، تمام. فانا هحاول ان انا اقرب شوية لان هي توابل، مجموعة توابل متركبة يعني على بعضها، فانا حاولت ان انا يعني اقرب منها شوية من التوابل اللي عندي في البيت. عندي هنا كاري. الكاري ده نوع حلو قوي، يعني نوع جميل جدا، هو حامي يعني سبايسي شوية بس ما شاء الله بيدي طعم حلو قوي للأكل يعني. ومعايا هنا بهارات مشكلة، تمام. معايا حبهان ومعايا بابريكا ومعايا فلفل اسود وقرفة، قرفة مطحونة. ومعايا هنا بيبا صيني وزعتر، ومعايا اللي هو 7 بهارات، ومعايا ملح، وكمان هحط معلقه صلصه طماطم في الخلطه. خليكم معايا بقى هنشوف مع بعض ان شاء الله هنعمل ايه. اول حاجه كده ان شاء الله هحط الزبادي، بسم الله. هحط بقى ان شاء الله هحط معلقة دبس الرمان. طبعا انت بتحطي بقى المقدار، هو ما شاء الله دبس الرمان شوفوا تقيل معايا اهو، انا برضو عملت صورت بيه الكفتة في فيديو تقريبا، هو لسه منزلش على القناة، عاملاه بقالي فترة يعني بس لسه منزلش على القناة، تقريبا ان شاء الله هو اللي هيترفع قبل الفراخ يعني. فدبس الرمان بيفرق في طعم الكفتة وطعم الفراخ كويس جدا. كفتة الحاتي عملت منه ان شاء الله هيعجبكم جدا. هتحطي ان شاء الله مقدار كده من زيت الزيتون لان هي التندوري لازم زيت الزيتون، تمام. هنحط كده معلقتين كبار خل كده، هنحط معلقة صلصة طماطم، هحط بقى معلقتين من دول لان المعلقه بتاعتي دي صغيره، هحط معلقتين صلصه طماطم، تمام. بسم الله هحط بقى التوابل بتاعتي، التوابل بقى هتحطي من كل حاجه معلقه صغيره، تمام. البابريكا طبعا هتحطي برضو منها معلقة كده كويسة،
بحب ادخل التوابل بتاعتي في الاكل، معلقه فلفل اسود كبيره، بحب برضو فلفل اسود في الاكل، في التتبيلات بتاعتي يعني بحب احط التوابل، لان التوابل ما شاء الله بتدي طعم حلو قوي للاكل. هحط معلقه برضو بيبا صيني، معلقة زعتر، معلقة بالشكل ده، الزعتر المطحون ده حلو قوي، بيخلي طعم الأكل حلو قوي. هحط معلقة فلفل، السبع بهارات. هحط بقى كمية الملح طبعا اللي أنا عايزاه. بسم الله. هقلب بقى المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. طبعا هقلب بقى بايدي كده عشان اخلط المكونات كلها مع بعض. ما شاء الله انتي اصلا بتشم ريحه التتبيله بعد ما بتضيفي لها المكونات كلها مع بعضها كده، بتبقى ريحتها حلوه قوي. تمام. عندي هنا حبايبي خلاص اهو، خلصت خلطت الخلطه كلها مع بعضها كويس. عندي بقى فراخ ما فتحها بالشكل ده. تمام. لازم تعملي فيها شقوق وفتحات كده، يعني تفتحيها كده عشان تدخلي فيها التتبيلة. بسم الله. نحط بقى كده، نحط فيها الخلطة بالشكل ده. في معلومة مهمة لازم اقولكوا عليها حبايبي، الفراخ التندوري بالذات لازم تشيلي الجلد بتاعها. تمام. انا سايبه للجناح على اساس ان انا وانا بشويها اعرف امسكها بالمساكه وانا بقلبها. تمام. لو انا ما عنديش الشبكه، انا عندي الشبكه بس يعني انا مش هشويها على الفحم، انا هشويها الاول على الشوايه وبعد كده هعمل لها فحم. فانا سايبه الجناح على اساس ان انا امسكها يعني احركها بيه. فانت لازم تشيلي الجلد التندوري بالذات، لازم الجلد بتاعه يتشال وتبقى الفراخ سواء صدور او وراك. يعني انا النهارده عندي صدور ما عنديش وراك. تمام. فانا مش هقاها بالشكل ده وشايله الجلد بتاعها وانا غسلها يعني. تمام. هندخل بقى فيها التتبيله بالشكل ده. ما شاء الله التتبيله دي جميله جدا، والفراخ اصلا يعني بتخلي طعم الفراخ تحفة. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. بألف هنا وشفا. انا بحاول ان انا يعني اعمل كل حاجة قدامكم اهو عشان البنات اللي بتعلموا ان شاء الله مني، فان شاء الله ياخدوا بالهم من الطريقة ويعملوها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات يعني ان شاء الله. هخلص بقى حبايبي الكمية بتاعتي وان شاء الله ارجع لكم تاني. وكده خلاص يا حبايبي، خلصت تتبيلة التندوري بتاعتي وعملت الكمية بتاعتي بالشكل ده. انا دلوقتي احنا بالليل دلوقتي وبعملها قبلها بيوم. تمام. يعني انت ان شاء الله تعمليها قبلها بيوم عشان التتبيلة كلها الفراخ تشرب التتبيلة كلها وتبان وانت يعني وما تشويها تبان في الاكل. تمام. فانا دلوقتي عملتها وخلصتها. عندك بقى كيس بلاستيك، عندك استريتش فلام، عندك اي حاجة بتغلفيها كده. تمام. وتعينيها في التلاجة
هو انت ممكن تعمليها قبلها بكام ساعة يعني، بس انا بفضل كل التتبيلات بتاعتي بعملها قبلها بليلة يعني. يعني مثلا ببقى بالليل اعملها، وبالليل والصبح اسويها. تمام خلاص، انا كده غلفتها بالشكل ده، وان شاء الله بكرة هسويها معاكم ان شاء الله. هنشوف بقى ان شاء الله واحنا بنسويها مع بعض هنعملها ازاي. تمام ان شاء الله يا حبايبي، تابعوا معايا الفيديو وهنشوف، هوريها لكم بكره ان شاء الله بعد ما قبل ما هعملها، وان شاء الله بعد ما وانا بعملها هنعملها مع بعض بامر الله. خليكم معايا. ورجعت لكم حبايبي. النهارده خلاص احنا تاني يوم، طلعت الفراخ كده من التلاجة، وهرصها في الصينية، في الصينية دي كده. هنقل يا حبايبي، هاخد الفراخ بتاعتي دي كده واحطها بقى على الصينية على النار. هاخد بس هاخدها على النار كده غلوتين قبل ما احطها على الشواية، عشان يعني تنشف كده من السوائل بتاعتها. هنشوفها من السوائل بتاعتها كده كويس، وبعد كده هحطها على الشواية عشان ما تاخدش مني وقت في الشواية، يعني على الشوي في الشوي وانا بشويها. تمام اهو يا حبيبي، هسيبها كده على البوتاجاز شوية تاخد كام غلوة كده، وبعد كده هنشويها بقى، هننشفها على الشواية ان شاء الله. خليكم معايا تابعوا الفيديو. خلاص يا حبايبي، خلصت الفراخ وجبت لكم، هوريكم بقى ان شاء الله انا هشويها ازاي. انا عندي شوايه كهربا بالشكل ده، ده التايمر بتاعها، بظبط التايمر بتاعها من هنا. تمام، بملاها ميه هنا كده، بظبط درجه الحراره، بظبط الحراره بتاعتها حبايبي من التايمر هنا خلاص، وبحط فيها ميه عشان البخار اللي هيطلع من الميه ده هو اللي هيسوي الفراخ بتاعتي. تمام، هحط بقى، هنحط الفراخ هنبصها من هنبصها على الشوايه بالشكل ده. بسم الله، انا سويتها يا دوبي خدت يعني نص التسويه كده على البوتاجاز، وهكمل بقى التسويه بتاعتها على الشوايه كده. تمام بالشكل ده كده. بتعرفي ان الحرارة بتاعت الشواية كويسة من لما بتعمل اللي هو الحرارة بتاعتها، بتبقى الكوشة بتاعتها بتبقى حمرة بالشكل ده. تمام، هسيبها بقى كده، هسيبها كده على الجريل بتاعي دوت كده، هكمل بقى سواها اهو. شوفوا ان انا حاطه اهي، هكمل سواها، ومن وقت للتاني كده هحط عليها، يبقى معايا ميه البصله، البصله بتاعت التتبيله، بعصر البصله كويس جدا، وباخد الميه بتاعتها بتبقى معايا بقى، وكل شويه كده اروح رش عليها ميه وهي بتتشوي. هي ما شاء الله اصلا يعني طريه مش ناشفه، الزبادي والخلطه اللي احنا عاملينها في التتبيله مطر الفراخ. تمام، فبتسيبيها بقى كده تكمل سواها على الشوايه، وبتتابعيها بقى كل شويه بنقلبها، او نشوف يعني هنتابع التسويه بتاعتها ان شاء الله مع بعض. خليكم معايا حبايبي. شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما قلبناها، شوفوا ما شاء الله الشوايه شويتها، حمرتها كويس اهي، وان شاء الله قلبتها على الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده. هكمل سواها، هي ما شاء الله استوت وبقت جميله، بس يعني احنا بنديها بس ايه، بننشفها وبنديها التسويه النهائيه يعني. ف ان شاء الله بعد ما اخلصها هوريها لكم بقى ان شاء الله وانا بقدم. خليكم معايا. وده يا حبايبي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما شويناها وخلصناها. انا ولعت فحمايه اللي هي سريعه الاشتعال، الفحم اللي هو سريع الاشتعال بالشكل ده، حطيتها في طبق استيل كده.
هحطها هنا كده تمام، وهحط عليها نقطتين زيت كده بسم الله، وهغطيها بقى بالورق الفويل بتاعي كده. حبايبي بيفول بتاعي بالشكل ده، هوريها لكم بقى ان شاء الله بعد ما الدخانه كلها، الفراخ تاخد الدخانه كلها بتاعه الفحمه، هوريها لكم بقى ان شاء الله وانا بقدمها، هعمل هقدم معاها ايه، خليكم معايا تابعوا الفيديو. وده الفراخ، دي الفراخ بتاعتنا حبايبي بعد ما خلصتها خلاص وشلت منها الفحم. قدمت معاها سلطه بلدي، سلطه خضراء بالشكل ده، وقدمت معاها سلطه طحينه. هوريكم بقى، عايزه اوريكم ان شاء الله شكل الفراخ يعني والاستوى بتاعها، عشان تعرفوا ان هي بالطريقه دي، جربوها بس بنفس الطريقه ان شاء الله وبنفس الخطوات ان شاء الله، هتبقى التتبيله بتاعتها جميله جدا وحلوه قوي قوي، ويعني وحاجه انت عاملاها في البيت مضمونه يعني، على ايدك، انضف ما تجيبيها من بره وتشويها بره وتكلفك، والتتبيله بتاعتها حلوه قوي قوي ان شاء الله. جربوها شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله على طول يعني مستويه وجميله، وكمان طعمها حلو قوي، التتبيله مخلياها طعمها حلو قوي. جربوها بنفس الطريقه حبايبي وبنفس التتبيله، ان شاء الله تعجبكم جدا. اذا عجبكم الفيديو حبايبي اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشيروا الفيديو. اشوفكم على خير يا حبايبي في الفيديو اللي جاي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد